حبيبي حمود الوردة أكمش حبيبي صورني وأنا ما أدري تدري لأن أنت قلت بس أنت شو راح تقدم تراجع فيش ها جاي شوفني أنا ما جاي أشوف ليك أنت شوف أي أنا هسا أشوف روحي لو أنت شوفني اثنين واحد شوف الله بس أريد ملاحظاتك بدون مجاملات شلون يعني إذا عندي نقص عندي سلبية تقول لي المعدة هو بعد نزاع ثاني شفت المعدة بس ليش ابني مو هذا يعني عم تشجعني كبر راح على المعدة هسه راح تصور لنا واضح من يمك رجلينك ما طلعت لا تقول جامد مدرب الحوا هسه زعلت انا منو مدربي احمي يعني هذا ابني عزيز علي وصلني ربط العالم خلونا نتعور على ماسر هاي أمنية هاي تمنيت أمنية وتحققت شنو؟ تمنيت أمنية وتحققت شو تمنيت؟ مو تمنيت تفوز بهاي وتحققت يعني تمنيت أمنية والله حققها ايه وجه الله بعد أمنية الله هم يحققها صور عادي اللي يحكم عليك المتابعين ادري صور عادي حمودي دعاجة عم نعمل صور بدك تتبع على الموبايل ما شاء الله فيه اعطيني ملاحظاتك بس زعلان؟ ايه أترين نحقق لك كل أمنياتك؟ هسه خلنا نسلم أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي كل الأصدقاء والمتابعين صارنا أسبوع قاعدين بدون تمرين قدرنا على قاعة موقع فيها بارك مجانا وعلى الأجهزة وإن شاء الله الله يسهل إذا الله قدرنا هو أحلى رماش ما نقول رماشات مو غير شو الرماش وعلى الروجة شوف هذا العصبي مي شحن منهم صدر وبايسر المعدة المعدة مزينة؟ اي والجوانب زمزم زينات هو حلو حلو ها حمين حلو اسفل الصدر خبر صار مزين شوي شوي يخب عفية أشكرك يجنن ها؟ يجنن شنو؟ يجنن أشكرك يا أبني ها؟ ها؟ جوانب؟ اي جوانب مشكلة مشكلة حلو حمود مو انا ما بتزن بالغداء من بتزن عضل وشريب كمل راح اخذ لك جمع بعرف امك ما شايفه رماش بالجمع يريدون هذا الرماش للحمايد وللمتابعين تحية للحمايد وكل الاصدقاء والمتابعين تحياتنا لكل اصدقائنا وبصحبة حبيبي حمودي تعال تحية حمودي الغالي منور هلا ابو حميد وتحياتنا لكل الاصدقاء والمتابعين جلسة تدريبية اليوم في قاعة البطل العالمي علي سوريا المدرب الدولي واحلى رماش لكل المتابعين والاصدقاء تحياتنا للجميع